قالت الإذاعة الجزائرية أن المجلس الدستوري لم ينعقد بعد للبت في تطبيق المادة 102 من الدستور وأهلية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكم. يأتي هذا بينما نظم المئات من الجزائريين وقفة احتجاجية وسط العاصمة مرددين شعارات ضد النظام. ننتقل إلى العاصمة الجزائرية، هناك والزميل كمال علواني في نافذة تتناول تطورات في الجزائر. إليك كمال. شكرا وأهلا بكم في هاتي النافذة من العاصمة الجزائرية. المراقبون ما زالوا في انتظار أن تعرف مبادرة رئيس هيئة الأركان الجيش الجزائري طريقها إلى التنفيذ. كما ذكرتم، الإذاعة الوطنية في الجزائر نفت أن يكون المجلس الدستوري قد انعقد للبت في تفعيل المادة 102 من الدستور التي تتيح مراجعة حالة صحية للرئيس لإنهاء مهامه. في هذه الأثناء هناك هذه الوقفة الاحتجاجية أمام مقر البريد المركزي في العاصمة الجزائرية التي ضمت المئات من المهندسين والموثقين وعائلات ضحايا الإرهاب الذين حملوا شعارات مناوئة للنظام وأيضا رافضة لمبادرة رئيس هيئة أركان الجيش الجزائري. لنتابع. المئات من عائلات ضحايا الإرهاب والمهندسين والموثقين ضربوا موعدا في ساحة البريد العام إبان الحقبة الاستعمارية، ساحة البريد المركزي منذ استقلال البلاد. مطلبهم استقلال من نوع آخر من نظام يقولون إنه لم يعد يمثلهم. احنا ضحايا الارهاب من جميع الولايات، جينا اليوم لهنا درنا الوقفه تاعنا من اجل ان نقولوا لجميع الشعب اللي احنا رانا منكم، واحنا رانا مع الحراك، ورانا ضد مديد العهده، ورانا ضد هذا النظام اللي همش الضحايا كذلك وخلاهم دائما هما الاخرين. وطالب عدد من موظفي جهاز العداله والحقوقيين ايضا بتطبيق الماده 102 من الدستور، الخلاص بحسبهم في احترام اراده الشعب وسيادته. احنا اجتمعنا كمحضرين قضائيين اليوم باش نقولوا باللي رانا مع الحراك الشعبي ورانا مع تطبيق قوانين الجمهوريه ومع تطبيق الماده 102 ايمانا منا على انه الشعب هو مصدر السلطه حسب ما تنص عليه الماده 7 من الدستور. وتعتبر هذه الوقفات بمثابة امتداد للحراك الشعبي الذي بدأ في 22 من فبراير، الذي شهد انضمام الطلبة والأطباء والمحامين ومختلف الفعاليات من المجتمع المدني حاملين شعارات تعكس تذمرهم من الحالة التي وصلت إليها البلاد. يبدو بأن العبقرية الجزائرية ودم الشهداء ما زال حاضر، وهذه المسيرات الحضارية والمتمدنة وأيضا تصبح ساحة البريد المركزي والعاصمة قلب العاصمة يصبح الآن تقريبا يشبه ميدان التحرير مثل في مصر، وكل الثورات التي قدمت أجمل صورة عن الشعب الجزائري وأعطت أيضا درس حتى بالنسبة لي معنى المطالبة بالحرية والحقوق لكل شعوب العالم. ويجمع المراقبون على أن سقف حرية التعبير ارتفع في الأسابيع القليلة الماضية وأصبح الشارع منبر من لا منبر له. ساحة البريد المركزي هنا في قلب العاصمة الجزائرية، وهي نقطة التقاء شارعي الشهيدين، هنا على يسار مراد ديدوش وأيضا على يمين العربي بن مهيدي، أصبحت نقطة التقاء لكل المحتجين من جميع ربوع الوطن وأيضا رمزا من رموز الحراك الشعبي السلمي. صلاح الدين مقعاش، العربي، الجزائر. إذن نحن أيضا في انتظار ما سيحدث يوم الغد ضمن الحراك الشعبي، إن كنا سنحضر لجمعة جديدة ولمشاركة حاشدة للمواطنين الجزائريين ضمن هذا الحراك الشعبي. الجزائريون فلنقل ما زالوا في انتظار إنهاء عهدة الرئيس بوتفليقة بعد كل هذه الأسابيع من الاحتجاجات وبعد المواقف والمبادرات التي صدرت هنا وهناك. مسيرة الرئيس بوتفليقة في السلطة، في المنفى، وأخيرا في الرئاسة في هذا التقرير. من أصغر وزير في تاريخ الجزائر إلى أكثر رؤساء البلاد مكوثا في الحكم، يكبر نابليون بسنتيمتر واحد أو هكذا يفتخر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من جيل ثورة التحرير الكبرى، عاش عنفوان شبابه وزيرا
قطع الصحراء كهلا وعلى كرسي الرئاسة عمر، لم يهزمه المرض، الحناجر قطعت مسيرته الرئاسية. عاجلا أم آجلا لن يصبح الرئيس رئيسا، صفحة بوتفليقة بما لها وما عليها ستطوى لتمضي هذه البلاد في مسيرة البحث عن رئيس جديد. أشهد أنه قال لي مرة، قال لي لما نحاوني في 81 قعد 5 سنين وهو يحاول كيفاش يعيش بدون مسؤولية. قال لي بعد 5 سنين تعلمت نعيش بدون مسؤولية، لأنه ما كانش يتخيل روحه يعيش بدون مسؤولية. ولذلك لما جاء للسلطة قعد فيها 20 سنة. 20 عاما في المنفى لم تنل من حلمه القديم، وفي عام 99 عاد إلى الجزائر، دخلها رئيسا، لم يعد كهلا. ولم تعد الجزائر كما تركها غداة وفاة الرئيس الراحل هوار بومدين عام 79. تعددت أحزابها، تشتتت نخبها، وتمددت جراحها بعد عشرية حمراء التهمت آلاف الأرواح. جاء بوتفليقة مهدئا للخواطر، مضمدا للجراح، مخلصا وماسحا للدموع، أو هكذا يفتخر الموالون له. سيد عبد العزيز بوتفليقة لما جاء كان مشروعه إطفاء نار الفتنة، ولذلك بدأ بالخطوة الأولى الوئام المدني، وقد تشرفت أن كنت أحد محرريه، ثم بعد ذلك المصالحة الوطنية، وكلتيهما الوئام والمصالحة تم باستفتاء جميع الجزائريين، والحمد لله رب العالمين أن حقنت الدماء بسبب هذا الإجراء. لا أحد من رؤساء الجزائر حالفه النفط مثل بوتفليقة. أكثر من 1,000 مليار دولار من عائدات الذهب الأسود صرفها الرئيس على مشاريع اجتماعية وبنية تحتية. ولكن للأسف الشديد شاهدنا أنه هذا الرقم الكبير من الأموال استفادت منه أقلية اللي هي يسموها في الجزائر بلوليغارشي. هذا الأقلية المستفيدة من هذا المال أصبحت تؤثر تأثيرا بالغا في اتخاذ القرار السياسي، أصبحت تؤثر تأثيرا بالغا في اختيار حتى المسؤولين في الحكم، أصبح لها دور كبير. واليوم شاهدنا أنه رغم هذا كله وصلنا إلى أخفاق اقتصادي كبير. 3 ولايات رئاسية احتكر فيها الرئيس السياسة لنفسه، هكذا يعيب عليه الخصوم، يصول ويجول في الداخل والخارج، يخطب في وجه منتقديه زمجرو. هيبة الدولة والمسؤولين انضاف. وفي ولايته الرابعة سكت عن الكلام. صابر أيوب، العربي، الجزائر. إذن هناك هذا الانطباع هذا المساء بأن مبادرة رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الوطني لم تعرف طريقا سالكا لتنفيذها. على الأقل نعلم أن المجلس الدستوري لم ينعقد لهذا الغرض. نعرف أن هناك مواقف متباينة تصدر بين الفينة والأخرى بين الأحزاب، وأيضا الشارع الذي لا يزال ينتظر، وأشياء أخرى. حسام تكالي. بالتأكيد اليوم كمال كل الأنظار متوجهة إلى ساحات الجزائر العاصمة، غدا إلى ساحة البريد المركزي، إلى ساحة الفاتح من مايو، أين اعتاد الجزائريون الخروج طيلة ال5 أسابيع الماضية. في البداية كان خروجهم تنديدا بالولاية 5 للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ثم تطور مطلبهم إلى التنديد بتمديد الولاية 5، ثم تطور هذا الحراك إلى يعني طلبوا بإلغاء جميع وجوه النظام الجزائري بمن فيهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. غدا بالنسبة للمراقبين الجمعة 6 هي حاسمة، غدا الشارع الجزائري سيقول كلمته فيما يعني في موضوع الاقتراح الذي تحدثت عنها الآن كمال، وهو طيب هل هناك مؤشرات تأتي من الشارع الجزائري تدل أن الناس حسموا في أذهانهم تجاه هذه المبادرة، مبادرة رئيس هيئة الأركان؟ المؤشر الأكبر كمال هو الوقفة الاحتجاجية اليوم التي كانت بالمئات في ساحة البريد المركزي، وقفة المهندسين المعماريين والموثقين وعائلات ضحايا الإرهاب الذين وقفوا اليوم ورددوا شعار جديد، شعار ملفت اليوم، وهو بوتفليقة رايح رايح ادي معاك القايد صالح، بمعنى أن اليوم شخصية القايد صالح أيضا بدعوته إلى تطبيق المال
دم أو اثنين لم يعد مقبولا اليوم في الشارع الجزائري، وقد يطالبون أيضا غدا برحيله إلى جانب رموز النظام الأخرى. فالشارع غدا ستكون له كلمة والجميع سيسمعها بما في ذلك قائد أركان الجيش. ثم هذا الصمت المطبق داخل الحزب العتيد، حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يواصل مشاورات مغلقة بين أعضائه، وعلمنا أن هناك فرق بين الهيئة المسيرة لهذا الحزب وأفراد في اللجنة المركزية للحزب الذين لديهم وجهة نظر أخرى. للتوضيح، اللجنة المركزية حاليا ليست هي من تشرف على قيادة الحزب. اللجنة المركزية نستطيع القول بأنها ذهبت مع الأمين العام السابق جمال ولد عباس. الآن الحزب الحاكم تسيره هيئة تسيير مؤقتة تتكون من 20 عضوا يرأسها معاذ بوشارب. الآن هذه الهيئة، هيئة التسيير، لا تزال صامتة، لم تصدر بيان، لم تصدر موقف إلى حد الآن. بينما أعضاء اللجنة المركزية الأخرى التي ترى بأن هيئة التسيير غير شرعية، يبدو أنها اختارت المضي في موضوع الفريق أحمد قايد صالح، وهو ما يبين بأن الحزب الحاكم حاليا يعاني من انشقاقات. نعم. حسام تكالي، شكرا لك، وبالعودة إلى استوديوهاتنا المركزية في لندن. إلى اللقاء. أشكرك كمال علواني، كنت معنا من الجزائر، وأشكر أيضا الزملاء في الجزائر.